وطن منحازون للحقيقة. موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. وسط حزن وغضب شديدين شيع آلاف المواطنين جثمان الشهيد أحمد سمير أبو عبيد الذي استشهد متأثرا بإصابته في الرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في وادي برقين غرب جنين مساء أمس. وندد المشاركون بجرائم الاحتلال المستمرة بحق أهالي بلدة برقين داعين لمزيد من الوحدة الوطنية للتصدي لعدوان الاحتلال وجرائمه. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال العام 2017 595 طفلاً قاصراً، بينهم 41 طفلاً أصيبوا بشكل مباشر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. في موضوع آخر، صادق وزراء حكومة الاحتلال بالإجماع على تحويل بؤرة حافات جلعاد التي قتل أحد مستوطنيها قبل أسابيع برصاص مقاومين فلسطينيين إلى مستوطنة دائمة. وقال وزير العمل الإسرائيلي حايم كاتس أن هذه الخطوة هي الأولى على طريق فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات في الضفة الغربية. محليا، أكد مركز مدى للتنمية والحريات الإعلامية أن عدد انتهاكات الحريات الإعلامية ارتفع العام الماضي 2017 إلى 530 انتهاكا بالمقارنة مع عام 2016 الذي رصد خلاله 383 انتهاكا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز في مقره بمدينة رام الله لعرض تقريره السنوي الخاص بانتهاكات الحريات الإعلامية في فلسطين لعام 2017. ختاماً، أعلن مدير عام الرواتب في وزارة المالية والتخطيط عبد الجبار سالم أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر كانون الثاني سيتم صرفه يوم غد الاثنين عبر البنوك. لمزيد من الأخبار والتفاصيل والتقارير المصورة تفضلوا بزيارة موقع وكالة وطن للأنباء وطن.tv. نهاية الموجز، بأمان الله. وطن منحازون للحقيقة.